السلام عليكم البنات، اليوم راح ندير لكم واحد الوصفة جديدة. راح ندير لكم بطاطا سوفلي مليحة خفيفة سورتو للعشاء، ما ضرش ومانتون بنينة. نعطيكم المقادير. عندي كيلو بطاطا قشرتها وقطعتها شرائح هكذا رقاق، وعندي زوج فرميت هكذا، وعندي شوية مارغارين، ملح، حليب، وعندي شطار فورميج شيدار رابيه مبعت من الفوق. نبدا الوصفه على بركه الله. بسم الله، ندير الملح للبطاطا، هنا بعد ما درت الملح للبطاطا فرغت النص تاعها. اسمحوا لي البنات قبيلت نسيت ما قلتكمش على البيض، فيها البيض نقدر ندير 5 حتى 6 بيضات. دوك نقطع الفورميت في النص بين البطاطا والبطاطا، قدمي لها نشوف سمعتي. شوفوا هنا بعد ما قطعت عندي إطر حليب. هاي كيفات البطاطا لازم الحليب يغطيها، ها يقعد غير. درت إطرة إطرة حليب. دوك نزيد البيض، نديرو له شويه ملح. درت 5 بيضات، بعد ما درت البيض دوك ندير الفورميج لي رابيتو وندوحها في الفور على 180 درجة، يعني شعلته وسخن، من بعد تشوفوها كي توجد ان شاء الله. سيوها ما تندموش، مليحة تعجبكم، خفيفة سورتو للعشاء. انا درت فورميت شي دار، وانتم كل واحده دير واش عندها. دوك نحطها في الفور ومن بعد راكم تشوفوا تاعنا هي وجدت، راهي طابت ما كان لا تشعليلها من الفوق ولا راهي غير تشعليلها من التحت كي طيب هكذا. وان شاء الله نتمنى تعجبكم، وحبيت نقول لكم قبيت قلت لكم وصفه جديده حنا، يعني كانت ديرها لنا ما بكري كي كنا صغار هذه الوصفه هذه، في بس عندها ماهيش معروفه بزاف بورصا قلت لكم وصفه جديده هذا. دوك نقص لكم طرف وتشوفوه كيفاه جا من الداخل.
بسم الله. هاي كيفاه جات معنا، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.